عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا ومشتركين القناة، أحلى ناس في الدنيا. صباحكم ورد يا رجالة، أحلى صباح عليكم. النهاردة من دمياط بنصبح عليكم. النهاردة فيديو نش جميل، هنش الحمام الدكورة اللي احنا عاملينها السنة دي، ولاد السنة هنشها من العيون، هنتفرج عليها وهنتفرج على الحمام لسه قدامه هو يخلص، والدكورة اللي كانت بايتة من السنة اللي قبلها لسه قدامها قد ايه وتخلص النهارده من غير حماله عيسى. يعني هي غيت في الاول وفي الاخر، وبنسعى ان احنا نوصل المعلومه للناس. النهارده يا جدعان معايا حماله اهوت. امبارح لو شفتوا الفيديو بتاع تامين الغيه والواير، بالصلاه على النبي امننا الغيه وظبطنا الكلام. النهارده طلعين عشان ننش، هنتفرج على الدكرين سوا. الاول هيقلبنا كام فرد، هنشوف لسه عليهم لسه عليهم رش من ولاد السنه ديت، تمام؟ لولاد السنه اللي فاتت الحمام اللي بايت، وهنقول لك هتعمل ايه مع الحمام اللي بيتاخر مع ايه؟ مع خصمك او مع اللي جنبك، هنتفرج عليه سوا. صبح حمارة على الناس. صباح الفل على الناس كلها. احلى صباح على الدنيا كلها، نتفرج عليهم سوا مع بعض. طبله اخضر اهو. فرد نش عادي خالص، تمام؟ ده نقش تمام ريشه، ده نقش مخلص ريشه. فرد ده فرد حريف، فرد حريف. ده اخو الايه، اخو الاخضر التاني ده اهو، ده مزهر شويه، ده مختلف عنه، مزهر شويه. اخو ده اخو الصلاه على النبي. ده قدامك ده قدامه رشتين اهمت، اللي هم اخر رشتين دولت الرجاله. بص اوري لهم بس حماده الرشتين للشباب المبتدئه، هتعرف ان الفرد عليه. شوف سلاحه من هنا ابيض جديد اهو، تمام؟ والرشتين الاخرى عاملين ازاي متبهدلين، مش هتعرف دي لسه طالعه. ده هيتم يحيى تقوم دي واقعه، تمام؟ دي تتم تبقى في سويش الريشه الثانيه تقوم دي واقعه، تقوم دي واقعه. وكذلك لما يتم ريش للرجاله اللي لسه مبتدئه وعايزه تعرف الفرد خلص او لسه مخلص او قدامه رش ايه. ده حلس تاني برضك قدامه ايه نفس القصة، قدامه رشتين اهو، تمام؟ فرد حمامة اهو، العين البيضة، اللهم صل على النبي. حمامة جميلة، حمامة مظبوطة. هنجر النهاردة حمامتين حلوين، حمامة نقشة، حمامة نقشة تلتين. حمامة دي في السما بتبقى جميلة قوي، تمام؟ خواجة، خواجة قفل قفل ريشه، الصلاة على النبي. مفرخنا ده يا رجالة، حمامة ده يا رجالة من فرخنا من تحت من المفرخة بتاعتنا. ده فردة شر غريب اهو، ده كان حابس سينا قدامه واحدة، قدامه واحدة بس فرد. والله يا رجالة نشه جميل وفرد مظبوط. أوله يحيى ده حلب أسود، ده حلب أسود كرشينة. قفل ريشه، هو بيقولوا على مصر بس يعني هو مش مصر قوي. ايه مصر طول شويه، بس طول شويه. هو كويس يعني، ديله رايق، لا في حاجه لا كده ولا كده. مش كزرق قدامه واحد، ده مش كزرق واحد قدامه ايه، قدامه ريشه. الصلاه على النبي. هنجرهم سوا رجاله ونتفرج عليهم مع بعض. هم دي الشبابات اللي احنا عملناها السنه دي، الباكستانيات تحت ايه اللي حابب يتفرج عليها اهو. باكستانيات عندنا برضك، باب الباكستاني من فرخينة اهو. حمامة بالصلاة على النبي رجالة بتطير بالثلاث ساعات، ما تقولش انت بتعمل معاها ايه. الصلاة على النبي يا امة الرجالة. شوفوا الحلبيات الزر، هنتفرج عليهم. هنجروا لنا حمادة في دورة فوق اهي، بس احنا يعني ان شاء الله مش هنطلع نمسك معاه، تمام؟ هنفتح الحمامتين مع بعض، تمام؟ وقت ما ايه رجالة هنفتح الاولى سوا مع بعض.
يا حبيبي لازم تكمل ومفيش حاجة ايه. تبص في العيون مفيش فرد متأخر باقي بعد ما الحمام يطلع يقوم الفرد يطلع. ما ينفعش الكلام ده خالص. تمم على عيونك كلها. الحمام طلع الأولى طلعت. الحمام بدأ يلم بعضه فوق اهوت. الحمام طلع اهو. نيجي نفتح الحمام نقفل العيون دي تاني. تمام. عشان ما فيش فرد ينزل عطشان ينزل يشرب يتحمل. يعني عشان الجو طري سايبين العيون. تمام. لكن لو الجو حار بنقفل العيون دي كلها. نقفلها كلها. لو الجو حار. لما يكون الجو حار يا رجاله تقفل الابواب بعد ما تفتح الحمام عشان عليهم ريش ما خلصوش. الريحان لسه برضك على الريش مش عايزين نقرص عليه. دكر دوت على الريش. الجزء البول الخضر دمت عليهم ريش. تمام. حبل اسود ده لسه عليه ريش. الفرد دوت على الريش. الحمام اللي عليه ريش شخشخ اللي عليه ريش. الحمام اللي عليه ريش ما ينفعش تقرص عليه عشان ما يضربش منك وتقول اصل ده غلطة غاول اصل ده غلطة الفرد. لا يا ماشي غلطة فرد. الحمام لما فيش عليه ريش جرب راحتك اقرص عليه. ما الفرد يروح ما تبقاش غلطت في حقه. ما يبقاش الفرد عليه ريش ولا مسقطه فاضية ويتضرب منك وتقول اصل هو راح اصل ده فرد ما بيفهمش اصل ده فرد غبي وتبقى الغلطة غلطتك. تمام. فين الغية فوق اهي شايفينها ولا انا اوريها لكم. طالعين بالصلاه على النبي مسكين العالي. الحمام شبعانه اكله كويس عندها ميتها مزاجها حلو. اوريها لكم خليكم معايا. اهو يا رجاله فين اللي يصلي على النبي يكسب. اهو فين الغيه فين معانا فرد عقب احمر. تمام. لا تطلب ولا ترمي حمامك على حسب ما بتعوده. الصلاة على النبي غية ماسكة العالي. اللهم صل على النبي. لسه الحمام برضك اما يخلص هيبدأ يجري بقى. نبدأ نجره جر جامد بس اما الحمام كله يتمم ريشه. تمام. طلع لك شوية ذكورة حلوين تبدأ تجره. الفرد ده نزل فينا امتى يا عيسى؟ الوقت اهو. تيجي نجربه. هو في العالي هيهرب من العالي. معانا فرد عقب احمر رجاله برشتين بيض اهو. الوقت اما الحمام يغطى نتفرج عليه سوا. تمام. هو عايز يهرب من العالي اللي هو ده. اوريه لكم ده اللي هو في طرف الحمام خالص ده. وشايفينه اول فرد في الحمام ده. اول فرد ده اهو. ده كده اهو شايفينه اهو. هنجرب نوطي الحمام شوية ونشوف جوه ايه معانا. وعن الحمام في ايدنا وعلى حسب هرب هناك اهو. هرب والله. لف ورجع. اصبر كده عيسى. لف ورجع. هو التاني بيدور على ايه؟ على الحمام. شايفينه نزل الدورة تاني اهو. نزل الدورة تاني. طب هاتوا عيسى تعال تعال نجربوا سوا رجالة مع بعض. اول ما الحمام يوطى هنفرجكم عليه. فين رجالة الفرد فين؟ الفرد اهوت اخر فرد في الحمام اهو. الفرد نزل معانا تحت في الواطي. تمام. احنا في الموقع الفني اهو للظهر. فرد معانا عيسى. حمام بطة. خليش الحمام ينفعك ينزل يتسقط يتحدف. هو هسقطه في مطة وهخش مش هتلاقيني بزقك. اظبطه في مطبق حلو وتبقبق. مرحبا نزول بالوطي. جايز نفسك للمطبق الحلو.
الفرد معانا اهو في وش الحمام، والحمام نزل ايه، نزل يدور بدورة جامدة ومن تحت الكناب. ما تخليش الحمام بتاعك في مطبق معاك فرد فيه حمام يسقط، خلي حمامك ينزل مطبق واحد وقف في وش الحمام، حمام ينزل يطبق مطبق حلو، متقعدش تشحت ورا الفرد عشان حمامك يتعود مرة تانية ينزل مطبق احلى من اللي قبله. ليه؟ مأمن للظهر. هو الايه حمام هناك اهو، شايفين الفرد اهو ورا الحمام خالص اهو، والله فرد عال وبيرمي نفسه. ايه جو عايزه؟ واحد جنبنا ساب احنا سايبين ذكر عقب على الظهر عليه ريش الذكر ده. عليه ريش الذكر ده، الذكر حبس والحمام هيسقط. حمام إيه الدور عكس؟ فين الفرد في وش الحمامة؟ حضنا الباعي سقوع على الظهر كده، اما نشوف هيعمل ايه. خلي عندك طلب الحمام بتاعك عارفه ساعد. الفرد يعدى رجالة، للأسف الرجالة الفرد خلع. حاولنا معاه محاولات كتيرة بس هو ما مصفقاش ينزل. فرد كويس شايل نفسه، ما بيرمش نفسه في المطبق، ما بيركبش حاجة. طبعا انت بقى لو غاوي معلم ما تخليش الحمام بتاعك يركب بعضه بين العين والعين قبلكاش، تمام؟ عشان ما فيش فرد يتجوز فرد تاني في دورة تانية يقوم يركبه، او يبقى عندك نتاية في العش الحمام يركبها. لو الفرد بتاعك قطع في دورة تانية يركب حمام شبه النتاية، وبالذات في الالوان المميزة او زي التكوسة، زي الالوان المميزة او دي. خلاص يا رجالة حمام نزل اهوت. لو اي حد احتاج اي حاجة رجالة سيب تحت في التعليقات، اي حد احتاج فيديو معين عن حاجة سيب تحت في التعليقات، وقولوا لنا رأيكم في الغية هنا حاجة يعني متواضعة على قدنا، بنحاول ان احنا نطور من نفسنا نعمل حاجة احسن. برضك لما الحمام يخلص ان شاء الله هنعمل رمايات حلوة، هنتفرج عليها سوا، مسابقات جميلة. احلى صباح على احلى ناس في الدنيا.